معركة فارنا. بدأ الهجوم في هذه المعركة الجيش العثماني، حيث خرج 6,000 من الجنود النبالة وأمطروا الجيوش الصليبية بسهام غطت الشمس. وبعد هذا الهجوم حمل الخيارة الفرسان العثمانيين على ميمنة الجيوش الصليبية حملة واحدة، وكان هجوما قويا. وانحدر الفرسان الخفيفة العثمانية من الوديان والتلال ومن بين الشجيرات بهجوم موحد على ميمنة الصليبيين. ودفع العثمانيون بقيادة جميع قادة الجناح الأيسر الأربعة الذين تقدموا في وقت واحد مع فرسانهم، وهم شهاب الدين باشا وخضر بيك وماقلج أوغلو بيك وداود بيك. دخل ميمنة الجيش العثماني الحرب واستعر وطيس المعركة. واجهت قوات فناري أوغلو قوات طوماس زيكلي، وواجهت قوات قائد ميمنة الجيش العثماني قراجة باشا قوات القائد ميخائيل، لكن صمود الجيوش الصليبية هنا كان كبيرا ورجحت الكفة لهم، حتى أن القائد العثماني قراج باشا استشهد في هذا الهجوم. وحتى هذا الوقت من المعركة لم تكن القوات الانكشارية ووحدات قوات القصر قد دخلت بعد إلى ميدان الحرب. مع تراجع ميمنة الجيش العثماني وتقدم الصليبيين، أمر السلطان مراد 8,000 من الانكشاريين الدخول إلى أرض المعركة. وبقي مع السلطان وحدات الحرس الخاص قوات القصر، وكان لدخول الانكشاريين الحرب الأثر الكبير على انكسار ميسرة الجيوش الصليبية، حيث تقول المصادر التاريخية أن الجيش العثماني دمر ميسرة الجيوش المعادية. لكن الوضع على ميمنة الصليبيين كانت مختلفة، فكانت هناك مقاومة عنيفة من قبل الجيوش المتحالفة ضد العثمانيين. عندما دخل انكشاريون الحرب، اعتقد الملك المجري أنه الوقت المناسب للهجوم على خيمة السلطان مراد الثاني وأسره أو قتله، فحمل هو و500 فارس حملة إلى قلب الجيش الإسلامي، منتهزا تراجع ميمنة الجيش العثماني وفرار العديد من الجنود العثمانيين من شدة الهجوم الصليبي على ميمنة العثمانيين. واعتقد الملك المجري أن وصوله إلى خيمة السلطان سيكون سهلا بسبب دخول الانكشاريين المعركة، متوهما أن السلطان بقي وحيدا بلا حراسات تستطيع حمايته. لم يكن يدري ملك المجر أن الموجودين حول السلطان هم قوات الحرس الخاص، هم نخبة النخبة في الجيش العثماني، وأنهم أكثر الجنود العثمانيين بأسا وخبرة بالحروب. عندما اقترب ملك المجر وفرسانه البالغ عددهم 500 فارس من خيمة السلطان، أفسح له الجنود العثمانيون كي يدخل في وسطهم بسهولة، ووصل إلى منطقة البيارق وبها راية السلطان مراد الثاني، وباتت الخيمة السلطانية نصب عينيه، واعتقد أن نصره بات قاب قوسين أو أدنى. أغلق الحرس الخاص للسلطان الدائرة على ملك المجر وجنده، وانقضوا كالأسود، وعقر أحد الجنود العثمانيين فرس ملك المجر، وما أن وقع على الأرض وقبل أن يرفع رأسه انتشق الجندي الجنرال البطل خوج قراجة خضر آغا حسامه
وضرب رأس الملك المجري ضربة واحدة كانت كفيلة بفصل رأسه عن جسده. ورفع رأسه على سن رمح وقدم الرأس كهدية شخصية للسلطان مراد، الذي أمر أن يغرس الرمح معتليا رأس الملك بجانب الرمح المغروس أمام خيمة السلطان الذي تعتليه الاتفاقية التي نقضها ملك المجري نفسه. انهارت معنويات الفرسان لما رأوا رأس ملكهم مقطوعا ومرفوعا على الرمح، فبدأوا بالهرب، وأدى الذعر الناتج بين الصليبيين إلى فرارهم بلا رئيس، وقتلت نصف الجيوش المتحالفة وهم يحاولون الهرب. قتل في هذه الحرب الكاردينال يوليان، وهذا الشخص كان من أكثر المتحمسين لنقض الاتفاقية، وحطم العثمانيون كليا حملة فارنا الصليبية والجيوش الصليبية المشاركة فيها، وانتصر الجيش العثماني المسلم انتصارا ساحقا في هذه المعركة على القوات الصليبية. كان هذا النصر الكبير للعثمانيين نصرا مؤزرا، وأدى إلى خضوع عدد كبير من الأوروبيين لأن يصبحوا رعايا للدولة العثمانية. شعر كل المسلمين بالفرح في كافة البلدان الإسلامية من هذا الانتصار العظيم، وكتب السلطان مراد رسالة موحدة إلى زعماء العالم الإسلامي جاء فيها: لقد من الله تعالى الذي أحاط كل المخلوقات برحمته وإحسانه علي بإدارة المسلمين وحل مشكلاتهم ودفعها وتنفيذ أوامره والعمل على طمأنينة وراحة المسلمين، ولهذا فقد جعل الله تعالى دولتنا ثابتة بعنايته الربانية وحمايته السبحانية، وجعل سلطتنا محكمة ثابتة ونظام دولتنا متناغما، وقد أراد منا أن نكون أصحاب رحمة بقدر ما نحن أصحاب قوة، وأظهر لنا تجليات نصرته في كل وقت وحين، وجعلنا أرباب علم وعرفان وأصحاب بصيرة ورحمة وجود. لقن السلطان مراد درسا قاسيا للصليبيين بهذه الحرب، وأخبرهم أن أمة الإسلام صاحبة بأس شديد، وكان هذا النصر ذخيرة وخبرة لمحمد الثاني ذلك السلطان الذي استهل حكمه بفتح القسطنطينية.